النساء ممكن برضه هم يكونوا يركبوا الخيل شادي؟ والله نادر، نادر ما عندنا نساء لكن عندنا الحكامات بيتكلموا عن الخيل بشكل معروف. طبعا الخيل الغيمة الأساسية فيه، لأنه يعني قريب ده الناس بقت ياهو سلاح وشنو قصص يعني. في حكام اسمها الفرس الرمت ستة، حكام الهم الهباني أظن الفرس الرمت ستة، اسمها الفرس الرمت ستة. فالخيل لأنه في الفزع بتلقى الخيل في حماية الناس، في يعني حماية يعني تحمي بلدك. الأسرع الخيل طبعا من كل، إذا كان من إبل ولا من التيران، دائما بتمشي بالمهلة وما بتمشي في الحروب. عشان كده دائما وابدا الحكامات بيتكلموا عن الخيل والاكل ذاته اللي بتاكله الخيل. انت بتشتهيه كبني ادم يعني. انا هناك مشيت البلد ملذة وطب. ايوه طبعا. امتره دي عباره عن 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 دخن بيشيلوا مثلا بيشيلوا الرواعيه. الدخن عادي، الدخن العادي تتكبى فيه مويه وحبه بلحات. داكل الحصان يعني. ده بيشيلوا الراعي، ده اجعل الزول بياكل اكل كويس عشان يعني يسعى بالرعية دي ويحافظ على المال. يعني هو والراعي والهناي بيجوا حاجة واحدة في الطعام مع بعض. يعني لانه من المحبة يعني. ايوه غير شكل. الخيل ذات عندها تنظيم في زي البرامج هذه، في التنظيم بتاع النظام بتاع العقد. ايوه طيب يعني اي مجموعه. نواصل حديثنا في الخيل، لكن لانه عندنا زمن معين كده شادين دايرين اغنيه برضه. اغنيه اوكي طيب نغني. عطا بيقول دكتور الجاموس ليه، لكن عطا ده يعمل كده معي. قال داري استبرد كويس اشتغل ترى الجاموس ما مشكله. كلمات والحان الملح يعقوب، الله يديله الصحه والعافيه. Yeah.
طيب احنا ما فضلنا وقت كثير، الان بنتجه نحو الختامه وختمنا فعليا يعني. اخيرا قبل ما نختم، انا في حاجه من قبل ما عايز افوت واتجاوزها، يعني اللي هي مساله تاثرنا نحن بالاشكال التشكيل او اللوحات التشكيليه يعني. وقبل في بدايه المساه تكلمت مع شادن حول بعض الالوان المستخدمه في الاكسسوار النسائي المستخدمه، انتباهي برضو جلابية دي يعني شادن والعمة برضو الطاقية. أيوة والله الحقيقة